اختفاء مواطن سعودي في مصر. اللي حصل بالظبط ان ظهر ترند في السعودية ان في شخص اسمه هتان شطا اختفى الشهر اللي فات في مصر، ولحد دلوقتي بيحاولوا يوصلوا رسائل للشعب المصري والحكومة المصرية ان هي تاخد خطوات قوية جدا لان هم يحاولوا يلاقوا الشخص ده. وبالفعل الحكومة المصرية بدأت تدور على الشخص ده، لكن اكتشفت ان الشخص ده عنده مشكلة نفسية، ده البيان اللي الحكومة طلعته. لكن ظهر شقيق هتان شطا مع الاعلامي عمرو اديب وقال ان اخوه ما بيواجهش اي مشاكل نفسية تماما، لكن ممكن هو في مصر تعرض لاي صدمة نفسية عملت فيه اي حاجة، لكن هو قبل ما يمشي من السعودية ما كانش عنده اي مشكلة تماما. ولحد دلوقتي لسه مش لاقيين المواطن السعودي هتان شطا. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.